أتابع أسلوب في اختيار اللاعبين، أسلوب طويل الأمد، ويمكننا متابعة اللاعبين من خلال المباريات التي نتابعها من خلال الفيديو، وبذلك نقوم بتحليل أداء كل اللاعبين. ننتظر حتى اللحظات الأخيرة لاختيار الأفضل. نريد أن نفوز بجميع المباريات. إذا قمنا بالتركيز على اليابان وترك المباريات الأخرى سوف يقلل هذا من تركيزنا. يجب علينا التركيز على 3 مباريات بالتساوي. لم يفرض علينا أحد أي لاعب. واليوم الذي يحدث فيه أن يفرض علينا لاعب سيكون يومي الأخير مع المنتخب. سوف نحاول الفوز بكأس آسيا. سوف نفعل كل ما لدينا. الهدف الأساسي حقيقة هو الوصول لكأس نهائيات كأس العالم 2026. أنا أعشق العراق. لقد قاموا باستقبالي بشكل جيد للغاية، بشكل ممتع. أنا وكل أصدقائي وكل المعاونين، نحن نعيش حياة طبيعية بشكل طبيعي في بغداد وفي الدولة وعلى مستوى الدولة بشكل عام.